مرحبا بكم من الناس الكل في ذا تشالنج، برنامج جديد وحلقة جديدة. بديتوا تستنسوا شوية بالبرنامج، كل نهار اثنين 7:30 متاع العشية على قناة سونغو. اعمل ابوني واعمل جيم واكتب كومنتير كان عجبتك الحلقة، كان ما عجبتكش قول لنا شنو اللي ما عجبكش وشنو اللي عجبك. وزادة باش يوصل كل جديد عنا الحصريات واللي جان ترفيو والكواليس. اليوم ضيوفنا دربيين، محمد الحاج علي مرحبا بيك. مرحبا بيك. والعربي جابر مرحبا بيك. شنو تحبوا تقولوا للعباد اللي تفرج فينا؟ ان شاء الله الميسيون تعدى باهيه، ان شاء الله العباد تتفرهد شويه، وان شاء الله عربي نربحوا اليوم ان شاء الله. اول حاجه برافو يعني على الكونسيبت الجديد اللي ما عندناش منه برشا في تونس الحقيقه، داير ما خلتنيش الذاكره هذايا اللي تسمى الاول. حلوة الحقيقة، في شوفت الأربع حلقات الأولانيين ولا الخمسة اللي عملتوهم طيارة، معناها حاجة ممتازة جدا. بون كونتينياسيون وإن شاء الله، معناها الدوام هذيك أهم حاجة اللي هو الدوام، كنا نحكيو فيه بكري شوية، وإن شاء الله مربوح. إن شاء الله مربوح. باهي، نحب العباد اللي تحب الربح. خويا فكوا لبعضكم حتى في البيس نحبوا الربح، حتى في البيس فوالا. راه اسمع، كنا نلعبوا مع بعضنا في الدربيات من المينيم، هو كسيان هو بصمة بحضان استاسي ببعضنا، يعني قلوا بعضكم جوكم به. مالا اليوم خلينا نشوفوا اليوم شكون باش يربح. مال به نبداو الفقره الاولى نون ستوب، باش نعطيكم اسئله، كل سؤال يحتمل برشا اجابات، كل واحد عنده الحق في ثلاثه اخطاء، واللي يخطئ ثلاثه اخطاء تمشي النقطه للمنافس. به السؤال الاول، سمي لاعبين يلعبوا في الأندية التونسية خارج الأربع الفرق الكبيرة، معناها خارج الترجي، النادي الإفريقي، النادي الصفاقسي، والنجم الساحلي. يلعبوا برا يعني؟ يلعبوا معناها في الليكيبات الأخرى، ما يلعبوش في الترجي، ما يلعبوش في النادي الإفريقي، ما يلعبوش في النجم الساحلي، وما يلعبوش في النادي الصفاقسي. في الرابطة المحترفة الأولى. جويني تقفص. جويني. علي جمل. علي جمل. علي جمال يلعب في النادي في النجم الساحلي. ليكس لولا سامي هلال. سامي هلال. هادي خلف. هادي خلف. بلال ماجري. نضال العيفي. تمسير هشام بكر. هشام بكر. تاسفيق. تاسفيق. والله تاسفيق. ليكس لولا عارف. جماعة فايق اخويا. جماعة فايق. هنا حاجة عالمية. الصحراوي. الصحراوي. مراكز. شو اسمه؟ لله الحمد رسول الله. خمسة أربعة لين نلقاها ثلاثة اثنين واحد. ليكس الثاني عربي. غازي العيادي. غازي العيادي. لله الحمد رسول الله. تاع جيجي صدقون تاع الاسبيرونس. نهزة لسيمي. ثلاثة دين. لا سي هربت هربت بعدين هربت بعدين. والنقطة الأولى محمد. أي هربولي. جابري ولا. السؤال الثاني، سمي أندية الرابطة المحترفة الثانية التونسية. بنعروس. لا خلينا نبدأ بنبدأ محمد. بنعروس أبتني. أحسبني قلت حمام. حمام لين. بنعروس. بنعروس. ريدز. مقرين. مقرين. أي طلعت عمني ولا. قرب. قرب. مرسى. مرسى. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. الركبة. الركبة. غلطة ليك سلولة. جندوب. جندوب. في مخي باش نقول. خطفت صحيح. صحيح يعني هربت. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. ليكس الثانية يا محمد. عندك ثالثة. عندي جي اس كا. جي اس كا. اي شفت يا اخي وقته هذا الليل. اي اي خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. جربة. 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 أنا من مساعة جربة. الزوز موجودين. الزوز موجودين. هي أعطينا واحدة منهم. أعطينا واحدة منهم. جمعية جربة. جمعية جربة. أمل جربة. أمل جربة. ها؟ إليت إليت. شفت عليش قد كده. بوما فم واحدة ما مش سير منها. خمسة. أربعة.
3 2 1 بليكس لون عربي. ساعطك شويه وقت باش لا 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 وقت لا شيء. 5 4 قصرين لا واحده برا انا ايمن ايوه انا ايمن جماعه جماعه عادي امل كنت أقول لك الأمل لا حول الله. بعد ما رجعنا للفار جمعية جربة ليكسة الثانية هذيك العربي والأمل موجود القصري موجود القصري موجود هاي سلكتها معه مكثر جمعية مكثر ما نتصورش نرجع للفار مش موجود ليكسة الثالثة عربي والنقطة تمشي تمشي المحامي باه 2-0 عربي تو يزمك ثلاث غلاط كهوت عندك حق ثلاث غلاط باه السؤال الثالث سمي لاعبين انتقلوا من الدوريات الخمسة الكبرى سواء خارج الدوريات هذيك معناها صار ترانسفير جوار خرج من الدوريات الخمسة الكبرى سواء مشى لدوري آخر كبير أو الخارج الدوريات الخمسة الكبرى هذيك عربي مبابي دي جورجيو تاع اليوفي دي جورجيو مبابي قلنا لله الحمد رسول الله ضاعوا جميعا ضاعوا هربوا كل هربوا كل هربوا 5 4 3 2 هربوا كل 1 لك شلو العربي هربوا فهمت تورام هاي مشى للانتر لا تورام تاع اليوفي مشي من نيس اليوفي من اخوه من هذين في بليش بيه هاي حرب يعني حتى من تونس ولا لا حتى من تونس المهم شيء ليكيب في الديفيزيون الاولى في الاوروب لا في الاوروب اي في الاوروب اي معناها ينجم اي جوار مشى ليكيب بيلعب في الفيناسيونال هاي علي العابدي علي العابدي اي فوالا انا عارف راه علي العابدي شو يقول دوغلاس لويس خذ نظم يا عرب انا قاعدين أربعة. بس ما يجي الوقت معينا. واحد. ليكس الثاني عربي. كوب ماينيرز. كوب ماينيرز. 5. 4. 3. 2. 1. ليكس الثالثة عربي والنقطة الثالثة تمشي المحمد. شباب محمد أنشيلوتي مورينيو زيدان هاي ريال مدريد أو برشلونة هاي واحد فيهم مش أو برشلونة يعني. أو برشلونة لا مش وين برشلونة هنا لويس أوريكي لويس أوريكي ريشكارد ديل بوسكي هاي كابيل أنشيلوتي أنشيلوتي قالوا قال أنشيلوتي ليكس لولا أول واحد سميه بيه أوكي ليكس لولا عربي عنده محمد خمس كومن رونالد كومن غوارديولا ما قالوش هاي ديل بوسكي قالوا ليكس لولا ديريكت أنا بيه أسمع محايد بيه أوكي بدي الاسم ما ماكش حافظه أما نعطيك لو صرف بالجي لا لا شنو نعمل لا اسمك سمي لي به ريكار 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 قالوا قلت وين ليكس الثاني ليكس الثاني عربي لاودروب تشافي اي جديد اي 5 4 3 2 1 محمد باش نرجع للفار بعد ما رجعت لو دروب غلط ماشيش الفار ومن بعد البونت الثاني لا كيما صاري بتجربة لهنا يجي تجربة بالضبط لهنا الفار يدخل حتى بعد ربع ساعة ليكس ثلاثة محمد والنقطة الأولى للعربي ثلاثة واحد
3-1 باه تو ستة. لا فين بواحد. ثلاثة واحد. تو في السؤال الرابع. تو في شو الخامس. باه. سؤال هذا سهل ياسر. سمي أندية في القميص متاعها اللون الأسود. لا القميص الأول. في العالم. القميص الأول. في الدوريات الخمسة الكبرى. عندك عربية. الأسود. خمسة. أربعة. بزنزة هذي. شكون الأسود؟ الأسود. اثنين. واحد. ليك شنو العرب؟ يوفي. ما زال فهم برش. القميص أول أنت. مش كله أكحل. لا قلت القميص أول. أي قميص أول. آه مش كله أكحل. مش كله أكحل. فيه الأكحل. آه فيه الأكحل. ياك يعني عاد موضح سؤالك انت راه واضح واضح لا واضح ولا موضح سؤالك ما قلتش يلبسوا واش قلت انت بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند ولا اتلانت ايه في العقل به سالي فالونس نيس هاي خمس اربع ثلاث اثنين سيتي عندها لك لا 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 عندها اكس عندها الاكس الثاني عربي شباب غامق شوية اونجي كريستال بالاس لا ما عنديش ازرق واحمر لا لا عندها ثاني راهو القميص الاول ازرق واحمر أربعة واحد تمشي للنقطة مزيل عندك مزيل نيوكاسل ولا بيناتهم بين نيوكاسل وكريستال بالاس ميلان لنتر يهربوا توا سيدي نشوف الفقرة الثانية اللي هي انزل على البوطون هذا قد سكور توا أربعة واحد باهي اللي عنده الإجابة الأول ينزل ويجاوب ينزل قبل واللي باش ينزل الأول هو اللي بيجاوب الأول باهي السؤال الأول أذكر أغلى صفقة قام بها نادي أرسنال ديكلان رايس اللي جابها صحيحة عنده محمد يتبع بيدي ديكلان رايس اللي جابها صحيحة 5-1 به السؤال الثاني أصغر لاعب سجل في رابطة الأبطال الأوروبية لامين يامال لا عندك عندك حق في إجابة واحدة هاي الثاني لامين يامال أصغر لاعب عندك وقت عربي خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد تمشي عليكم النقطة الزوز عطيك أي اسم مثال تمشي عليكم النقطة الزوز اللي هو أنسو فاتي السؤال الثالث من هو الهداف التاريخي لنادي تشيلسي لامبارد فرانك لامبارد اللي جابها صحيحة 6-1 عربي يزم السرعة راه يزم السرعة لا أنا قلت له من الأول ديجا قلت له باه السؤال الرابع بعد كريستيانو رونالدو من هو الهداف التاريخي لريال مدريد راؤول غونزالس خمسة أربعة شو اسمه بوشكاش لا شو اسمه لا إجابة غلطة بنزيما أكثر من راؤول 354 يظل حاجة هيك باه مشيت عليكم نقطة الزوز إجابة سهلة شفت الأسئلة ما سألوهم أنتم تصابوا فيها على روحي ماشي البوشكاش باه سيدي السؤال الخامس من هو هداف كأس العالم نسخة 2014 اللي قيمت في البرازيل هدف تاع الدوره هذيك كلوز لا رقم اللي هو في عام قد ايه 2014 الدوره هذيك ولا هو الاكثر واحد ماركه في رودريغيز شكون رودريغيز رودريغيز تاع كولومبيا شو اسمه لا ها لا تاع كولومبيا مش تعاون معليش خليه نسال اسامي
نيميرو 10 تاع كولومبيا. هي عاد 5 4 هو صحيح. نيميرو 10 هو صحيح. خامس رودريغيز. خامس رودريغيز. الإجابة صحيحة. باهي تحلت شوية. بدات تحل شوية. المشكلة وين كل فقرة تجيب واحدة. تو لازمك تحسن تو الفقرة الثالثة لازمك تجيب أكثر إجابات. لازمك تعمل رومونتادا. باهي الفقرة الثالثة نجم الملاعب باش نعطيكم مسيرة نتاع لاعب. واللي يسمي اسم اللاعب قبل ما نكمل انا الكارير نتاعو ياخو زوز نقاط، واللي جاو من بعد ما نكمل الكارير الكل ياخو نقطة واحدة. باه اللاعب الاول تنزل كعادة ولا بلاش؟ لا ما غير ما تنزل جاوب ديريكت خليه عندي هذاك. باه اللاعب الاول لاعب معتزل بدا المسيرة نتاعو في فاينورد الهولندي، ارسنال، مانشستر يونايتد، فينان باخش التركي، فانستر روي اللي جاب لا سمحني غلطه فاينورد الهولندي. باه نعاود لكم الكيبات، كل واحد عنده الحق في زوج محاولات. باه فاينورد الهولندي، ارسنال، دينيس بيكام غلطه، مانشستر يونايتد، فينان باخش التركي، فاينورد الهولندي. تو كملت المحاولات نتاعك راهو عارف باش تعاونوا كان باش تجاوب باش تعاونوا. عندك محمد فاينورد ارسنال، عندك وقت راه فاينورد ارسنال. 5 4 3 2 بيركام 1 تعليق التوقيت فومبيرسي ارسنال مانشستر دار. اللاعب الثاني هو لاعب حالي مازال ينشط يلعب به ده في غوادالاخارا المكسيكي، مانشستر يونايتد الانجليزي، ريال مدريد، باير ليفركوزن، ويست هام، اشبيليا، لوس انجلوس جالاكسي الامريكي، والتو يلعب في غوادالاخارا المكسيكي. مكسيكي تو يلعب في غوادالاخارا المكسيكي. لعب في ريال قلت قلنا نعاودوا لكم غوادالاخارا المكسيكي، مانشستر يونايتد الانجليزي، ريال مدريد الاسباني، تشيريتو صحيحه الاجابه صحيحه. اسمه الرونتيز يعني تشيريتو اسمه الرونتيز الناس ما كانش تشيريتو اسمه الرونتيز. اي بيعطينا الاسم كامل اعطيني سكور تبع اعطيني اعطيني سكور 4 5 6 3 6 3 7 لا تحايل انا عندي مشكله في السكور انا مش سكور يا ان شاء الله البرو تخوي في المروح. اللاعب الثالث ينشط مازال ينشط تو بدا مسيرته في اكسر سيتي الانجليزي، ويستن سوبر ماري الانجليزي، برينتفورد الانجليزي، استون فيلا الانجليزي. واتكينز اولي واتكينز الاجابه صحيحه 7-3. باه رغم اللي صعيب شويه ما نعرفش عندك تلعبوا فانتازي ايه علاش هو تكين تلعب ايش تلعب فانتازي راك طلعته من اللول الناس كل توا عنده واتكينز تصور مع البنطويات في اخر الماتشوات جاوا به. باه اللاعب الرابع لاعب ينشط توا باه بدا المسيره نتاعو في ستاد رين، بروسيا دورتموند، برشلونه، ديمبيلي الاجابه صحيحه دو بوان دي بالطبيعه 9 بكره قلت كيف لا كملت وصل غوادالاخارا كملت وعاود قبل ما يكمل لازم 9-3. باه اللاعب الخامس هو لاعب معتزل بدا المسيره نتاعو اتلتيكو مدريد الاسباني، ليفربول الانجليزي، فرناندو توريس الاجابه صحيحه محمد برافو 11-3. عربي الفقره هذه هي اللي لازمك تعمل بها الرومونتادا، هي الفقره الرابعه اللي اسمها التيم، كل سؤال على زوج نقاط. باه السؤال الاول ما هو الفريق المشترك بين فاندر سار الحارس الهولندي وتيري هنري؟ ارسنال لا يلعب في نونت نونت عندك محاولة واحدة كل واحد ثلاثة محاولات 5-4-3-2 أعطيه أي إجابة واحد عندكم الإجابة زوز أعطيت أي اسم مثال أعطي أي اسم عندك ثلاثة محاولات ما خديت فيهم حتى واحدة اليوفي
يوفي جماعي صعيبة شوية خاطر فما فترات معناها ينجم يكون مش نفس الفترة ولا حاجة. قلت في فرنسا بوزن. أنا قلت في فرنسا بوزن. ليه والباساج تاع عوري في اليوفي ما كانش ميشكل حتى فاندرسار ما كانش كبير برشا. فاندرسار قعد في اليوفي لعب برشا. لعب برشا ما كانش انتريسون وياسر معناها الباساج نتاعو كان أكثر في فولها الباساج نتاعو. باهي الفريق الثاني باستثناء برشلونة. أنا برشلونة ننساوه. باهي ما هو الفريق المشترك بين راكيتيتش وكليمون لونغلي سيفي الإجابة صحيحة 2 بوان محمد ليكيب عندي ولازم ولازم نسي 13 3 مازالوا 3 أسئلة باه هذه في تونس ما هو الفريق المشترك بين مروان تاج وكمال زعيم سيابي الإجابة صحيحة 13-5 لا ولا عندي مشكلة في الأسامي ننسى سيدي فوق والله نعرف والله حاسس بيك باه السؤال الرابع ما هو الفريق سكور ساعة تو قديم سكور قديم 13-5 13-5 ما هو الفريق المشترك بين رودريجو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد وألكسيس سانشيز كل واحد عنده الحق في 3 محاولات جمعية بالطبيعة في إيطاليا ما تعاونوش تعاون فيه انت شفت كي تقولوا حاجة راك تعاونوا إذا كان عندك حاجة ما نعرفش صحيحة ولا غلطة ما نقولش أما إذا كانت تقول معلومة راك تعاون فيه مشترك أعطي إجابات الانتر لا 5 4 ما استغليته حتى محاولة 3 2 1 مشيت عليكم محمد سميو ديبول اخويا بلعب منين اخذت اتلتيكو ديبول منين ودينيزي والله قلت لك في ايطاليا في ايطاليا علاش انا من الاول واحد قلت ما تعاونوش نفركس في اللسه ودينيزي قلت لك سانشيز لعب في سانشيز مشى من برشلونه مشى من ودينيزي انت شو نقول لك باري وقلت لي وانا على ودينيزي السؤال الاخير ما هو الفريق المشترك بين محمد صلاح ويان زومر وشكون يان زومر هم يقولوا يان سامر انا ننتقى زومر خاطر بالالماني ينطقوا روما لا يان زومر اللي هو الحارس السويسري بازل السويسري اللي جابها صحيحه عربي بازل السويسري 13-7 لا والله لا انا باش نقول باش ما عرفوش الجارديان باش نقول بازل من الاول باش ما عرفوش لا باش نقول بازل من الاول وبعد كي سما لازم نقول 13 تاع صلاح راهي سهله معناها بازل تشيلسي ولعب بازل روما تشيلسي بازل تشيلسي روما فيورنتينا بالروم يعطيكم الصحه 13-7 تو سرحت انتصار لمحمد خساره على غالبك عربي عندك برشا اجابات مي ضيع برشا الاسامي يعطيكم الصحه الحضور نتاعكم محلاه روحكم ونورتوني في البرنامج وكل واحد يحب يقول كلمه للعباد اللي تفرج فينا يتفضل كما قلنا قبل الميسيون ان شاء الله تعدى ميسيون باهيه وخفيفه يعطيك الصحه انت الحقيقه تفرهدنا البرود كيف يعطيهم الصحه الناس الكل ان شاء الله نعاودوها مره اخرى ان شاء الله بعد ما عربي يقرا شويه المنتصرين الكل باش يرجعونا المنتصرين ان شاء الله يعطيكم الصحه على الميسيون هذايا حاجه تفرهد حاجه محلاها ترجع بيك يعني ذكريات البرشا معنا حاجات بورتون واحد يزمو يراجع شويه فهمتي شويه الميموار مشكله شويه في الاسامي الحقيقه برافو على توت ليكيب اللي معاكم وانت زاد انا يعطيك الصحه في الميسيون هذايا بون كوتيناسيون وان شاء الله نعاودوها مره جايه واحد يتفكر اكثر اسامي ان شاء الله خاطر حسين بس ربحته انا في جربه ودينيزي هربت علي وش اسمه هربت هذوما ديجا نول هيك معدل وكنت باش تعاونوا زاد حتى في دينيزي الله غالبك دونك لا بروشين ان شاء الله برافو يعطيكم الصحه انتم نورتوني اليوم والناس اللي تفرج فينا يعطيكم الصحه على الكومنتير اللي تكتبوا فيهم راهم ما يزيدونا كان باش نحسنوا في البرودوي نتاعنا وراهو العباد اللي تبعث لنا راكم باش تجيوبوا حدانا لهنا جست نحضروا في الكونسيبت الكل وباش تكونوا حاضرين بحدانا ان شاء الله فوق الطاوله هذه باش تشاركوا وان شاء الله ليلتكم زينه.